السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متتبعي القناه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بمناسبه فصل الصيف كنحتاج كنلبسوا بزاف، وخاصه السراول لي شارلي وراد. كاين دابا على مود هذا النوع ديال السراول، ومن بين الاثواب اللي كنصايبوا بهم هذا السراول كاين الزرزي، ثوب الزرزي اللي كيتيرى هكا. ها هو هاد النوع ديال الزرزر كيتيرى، كنفضل انكم طوه على العرض ديالو، كيكون التيرا على العرض. كما كتشوفوا انا طويت الثوب على 4، ها هو عاود طويتو على 2 اولا، عاد هذوك الجوج عاود طويتهم على 2، دونك على 4. الجهه المفتوحه ها هي والجهه المسدوده هنايا، علاش؟ لان باش يكون عندي جناب ديال السروال مسدودين بجوج، ما غاديش نحلهم. من الاحسن اول حاجه هو ان هذا السروال غيكون فيه الحزام ما لصقش فيه. اولا غنحيدو الحزام، غنحيدو واحد القياس 12 سنتيم، هو 12 سنتيم، غادي نحيدوها، غادي نقطعوها من الثوب. ها هي 12 سنتيم، هذه ديال الحزام. عاد غادي نبداو نحسبوا العبار ديالنا. غادي نبداو الطول ديال السروال من الراس حتى لتحت، الطول ديال السروال شحال بغيتي الطول ديالك انت حتى لتحت، لان كيكون بحال الصايه. شوفي الاختيار ديالك انت، بغيتيه حتى لتحت او شويه قصر عليك، على حسب الاختيار ديالك انت. بالنسبه للطول عندنا 96 سنتيم في الطول، غنزيدو 4 سنتيم، غنكملو 100 سنتيم على حساب الطويه ديال الاسفل. هي هادي، غادي نسطروها مزيان باش تكون عموديه على الثوب، مقاده على الحاشيه ديال الثوب. وغنبداو دابا القاعده ديالنا. كما قلنا السروال عندنا مترو ديال الثوب، دونك مني غادي نبداو غنشدو الحزام، دوره الحزام كلها على السيده عندنا 92، 92 اللي قسمناها على 4 كتعطينا 23 زائد 4 هي 27، 27 سنتيم. غنهودو بالطول مقسوم على 4 زائد 4 هو 29 سنتيم. الطول مقسوم على 4 زائد 4. هاد القواعد راه دايراهم في السروال على الباترون، ممكن ترجعوا ليهم وتشوفوهم بتفصيل شرحهم. انا المهم ديال هاد السروال هو انا والحزام كيفاش غنخدموه وكيفاش غادي يكون راس الرجل ديالو. من بعد غادي نشوفوا دونك القياس ديال هنايا، غنشوفوا بشحال غنخرجوا في القاعده ديال السروال. قلنا غنخرجوا ب 9 سنتيم، هذه هي 9 سنتيم، باش يجي السروال مريح في القاعده ديالو. وعاد غادي نقوروا بحال هكا، حنا قورنا السروال ديالنا. دونك من هنا لهنا غادي يجي عادي هابط حتى لتحت بحال هكا. ها هو حتى لتحت هابط. دابا كما شفتوا انا تراسيت هاد القواعد كلهم اللي تراسيتهم، هادو ديول الخلف. دابا غنشوف الامام ديال السروال كيفاش غادي يجي. غادي نشد الثوب الفوقيني اللي عندي جوج، وغادي نحلو باش تتاكدوا اشنو درتو في التراساج ديالكم. هدا
هذا هو النص ديالنا ديال السروال. هاد جوج نقطات انا غنطراسيهم باش ما يتوضرش لينا النص باش ما نتلفوش عليه. هذا هو النص ديال السروال. انا بامكاني نهز واحد الطرف ونقطع الطرف الاخر، ولكن من الاحسن نشرح لكم لان بعض المرات كطويوه. انا نشرح لكم مزيان هذه القاعده. بعض المرات كطوي توب على جوج عاد كتعاودي انت تحطي عليه توب اخر على جوج، وهذاك القضيه ملي كتحطي توب على جوج وتعاودي تحطي عليه توب على جوج طيات، ملي كتفرقيهم اشنو كيطرى؟ انك كتحيدي الجوج وكيبقاو عندك الجوج. ولا قطعتي الا قطعتي هذاك الرجل الاولى، الا قطعتي الامام جيتي حيدتي جوج وقطعتي وعاودي قطعتي الاخرين، ما قطعتيش الاخرين، غتولي عندك رجل في الخلف ورجل في الامام، وما يمكنش لينا نديرو بحال هكاك. يعني حنايا عندنا اشنو؟ عندنا القعده ديال اللور عندنا كتكون هذه جهه من الخلف وجهه من الامام، وكذلك القدام كتكون جهه من من اليمنيه ومن اليسريه. داكشي علاش كنحلوه دابا مزيان وكنعاودو الطراساج ديالنا. بحال هكا باش نكونوا واضحين وما نخطئوش شي خطا. هذا هو هذه هي القاعده ديال هنايا. شنو درنا؟ درنا القياس ديال 27 سنتيم. ها هو 27 سنتيم. هنايا درنا 27 سنتيم زائد 9 سنتيم. دونك عندنا هذا هو مثلا هذا هو الخلف وهذا هو الامام. الخلف غيبقى عندنا 9 سنتيم كما شفتوا، حنا غنحاولوا دابا نصايبوا القاعده ديال الامام. القاعده ديال الامام اشنو كيكون التغيير على ديال الخلف؟ مثلا نخليو هذا هو الخلف وهذا الامام. دونك اشنو غندير؟ غنشد هادي غنقص منها 3 سنتيم ياك، غنجي هنا غنقص 4 سنتيم. لان شنو اللي كيتغير عندي هنا؟ واخا حيدت الحزام، ملي كتهبط الحزام غيبقى نفسه نفس القياس وغيهبط، يعني غيجي مريح. وغندخل بهاد القاعده بحال هكا، غادي ندخل شويه. علاش غادي ندخل؟ باش ما يجينيش من فوق من الامام. دائما السروال خصو ما يجيش من فوق من الامام بحال هكا، وعاد من الامام الا قلت لو اكبر غادي نوقف. تقبل الله منا ومنكم. ها نتوما كما كتشوفوا انا طراسيت. علاش دخلت هنايا شويه؟ علاش؟ حيت الامام ما خصوش يجي، نقصو منه من هنا باش ما يجيش من فوق، وعاد كنهبطو من هنا الاخر ديال التوب، يعني كنقصو من الرجل. وهذا الطراساج دابا انا غادي نقطع وغتشوفوني اشنو غادي نقطع. الحاجه اللي مهمه في علاش قلت لكم هبطنا 3 سنتيم، علاش؟ باش نهبطو باش تكون عندنا القاعده ديال الخلف كبر من القاعده ديال الامام. دائما كتكون عندنا القاعده ديال الخلف كبر من الامام باش ملي تجلسي كتكوني مريحه في السروال ديالك.
دابا كملنا من التقطاع ديال الامام، غندوزو للتقطاع ديال الخلف. كنبقاو على الطراساج الاول اللي ما نقصناش منه حتى شي حاجه. دابا غنوريكم طريقه الخياطه ولو بالفنيت. ها نتوما تبعوا معايا الطريقه. هاد القاعده، هاد القاعده كنجمعها حيت هادي ديال الامام يعني وديال الرجلين بجوج، كنجمعها هي الاولى هي، والثانيه حتى هي كنجمعها بوحدها. عاد ديك الساعة شنو كندير؟ كنحل السوال بحال هكا، كما كتشوفوا اشنو بقى عندي ما نجمع. دابا مني كنجمع، هانتوما كتشوفوا بان القاعدة ديال الخلف هانتوما طالعة على الامام، وهنا عاوتاني هابطة كبر، كتبان لي انها كبر. اشنو كندير دابا؟ كنبدا الخياطه من هنا وكندورها على الرجل ديال السروال كلها. انا جمعت لكم غير القاعده باش تبان. دابا كنظن هادشي مفهوم. الحاجه المهمه في السروال هو الحزام. دابا الله بتنصيب لكم حزام. دابا غتشوفوا الحزام ديالنا هو هذا. دابا الحزام ديالنا اللي حليناه غيكون بحال هاك. حنا ما بغيناش على هاد القد، بغينا الحزام ديالنا يجينا صغر من هاد الدوره ديال هاد الحزام، يكون صغر من هاد الدوره ديال السروال. اش غادي نقصو منها ولا غادي نعبروا حنايا الدوره كلها؟ نعبروها شحال؟ 27، وهنايا 27، هنايا غادي نديرو اكزاكت 25 حيت جاتنا مازال صغيره وحنا بغينا التكميش يكون هنايا ديال السروال. هاد الدوره غادي نوريكم لاستيك. انا ما عنديش لاستيك، ولكن دابا انا مازال اظن لاستيك غيكون قد هكا. هانتوما كتشوفوا لاستيك كاين في هاد السروال. لاستيك كيكون عريض فيه بعض المرات حتى 4 سنتيم هكا. كنشدو لاستيك، كنشدو لاستيك وكنثبتوه. دابا عندنا هاد القطعه بحدها، غادي نخيطوها بحال هكا ياك، وباش يجينا الخياط على الخياطه. وغنشدو لاستيك غادي نثبتو. كنشوفو هنايا كنثبتو الثوب على الثوب كله حتى الجهه الاخرى. عاد كنحطو لاستيك وكندورو بنفس الطريقه الثوب. وما تنسوش باننا هاد الثوب هاد الجهه ديال الحزام صغر من السروال، يعني كنتيريو كنجرو كنجبدو هذا هو لاستيك، كنجبدو الحزام عاد كنخيطو. علاش؟ باش ملي كيتجمع لينا الحزام بهذه الطريقه السروال كيتكمش بحال هكا، كيكون بليات، كيكون واحد التكميش اللي كيجينا نيت بحال الصايه. ان شاء الله انا غادي نخيطو كله وغادي نوريه لكم. كنتمنى هذا الدرس يكون عجبكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.